العظيم وبكتابه الكريم أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي، أن أخلد تقاليد شهدائنا الأمجاد، أن أحترم القوانين والنظم، أن أكون صالحا في سلوكي، أن أحافظ على الأسرار التي أتعرف عليها أثناء القيام بوظائفي، وأن أصون المصالح العليا للأمة في كل الظروف. أنت أيضا يمكنك أن تنال هذا الشرف. الجيش الوطني الشعبي يمنحك الفرصة لخدمة وطنك وضمان مستقبلك.